الاخوات بارك الله عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير. خوتي غادي ندير خمسه د المواضيع او اربعه. اولا غادي نهضر على مشكل قطاع الخدمه ديال سيرفرات الفوريفر والاس بي 1 والاس بي 2 والفي اي بي في دوله اسبانيا ما عدا الدول الاخرى، يعني جميع الدول الاوروبيه كتخدم الاس بي 1 والاس بي 2 ما عدا دوله اسبانيا، وهذا الشيء سبب المشاكل بزاف ديال الباعه وسبب المشاكل بزاف ديال الاخوه، وجاوني بزاف ديال الميساجات، يعني ناس من اسبانيا اللي جاو دخلوا في شهر 7 وشهر 8 يعني مشاو باش يخدموا الاجهزه ديالهم وتفاجئوا بهذا القرار. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني غادي نهضر لكم على التقسيمه اللي دارت الشركه ديال الكوسات بالنسبه لهاد السيرفرات هذا والاستحواذ ديالها تقريبا على يعني على جل الشركات. يعني كنت هضرت في واحد الموضوع على استقلال بعض الشركات باغيه تستقل على السيرفر ديال الجروب ديال الكوسات، ولكن يعني تبين بان الجروب قويه وقويه بزاف. غادي نهضر على الموضوع الثالث على الشركه ستارسات اللي غتولي بحال الاجهزه المشرقيه اللي كاينه مثلا في الاردن وفي العراق اللي كتعطي مجموعه ديال التطبيقات ديال الاي بي يعني اللي بلا تبصيل، وكتعطي فيهم كتعطي مده ديال 7 سنين 10 سنين مثلا. كنعرف مثلا تايجر مليون ف 10 سنين ديال التطبيقات، فما شاء الله يعني اي بي راه ما تفرج. ولكن المشكل انا غادي نهضر على المشاكل ديال هاد الوفره ديال التطبيقات، وغادي نهضر على بعض الشركات المصريه حتى هي اللي كدير الحدو ديال هاد الشركات اللي كاينين في الاردن وفي العراق، وغادي نبين يعني الفرق ما بينهم وبين الشركات اللي كاينه في المغرب او في الجزائر او في تونس او حتى في ليبيا. واخيرا وليس اخيرا غادي نهضر على التغييرات اللي طرات على الشركه ديال البين بين، راكم عارفها البيين، فغادي نوريكم التقسيمه الجديده اللي ولات دايره، وغادي نعطيكم فريكونسات باش تسهل عليكم العمليه ديال البحث بدون ما انك تبحث بالطريقه ديال افوغل. المشكل الاول هانتوما راني كاتبه هنا، مشكل انقطاع ديال السيرفرات ديال الفوريفر الاس بي 1 الاس بي 2 الفي اي بي. فاخوتي الناس اللي في اسبانيا فعلا شحال واحد دا، يعني كنا في الاول كانت خرجت الشركه ديال الكوسات قال لك بان التعمار ديال الفوريفر الفوريفر اس او الفان كام والفان كام ا غيتقطع ما غاديش يبقى. من بعد دازت واحد المده وهذا شويه شويه عاوتاني قال لك لا راه غادي نقطعوا تقريبا كلشي، غنقطعوا الفان كام والفوريفر. وهاد السيمانه اللي فاتت قطعت الاس بي 1، يعني كاين الناس خداو هاد الجهاز راه غالي داير الثمن، وكاين الناس خدات داك ستارسات اكس جوج من عندي، كاين الناس خدات ستارسات اكس 7، كاين الناس اختارت اكس 4، يعني ثمن غالي. يعني مفترض الاخرين وقفتوا عليهم مثلا الفان كام هادوك ثمنهم رخيص، ولكن بحال الايكولانك ولا بحال ستارسات مثلا الاكس جوج باش يديه الواحد من المغرب مثلا بثمن ديال 1100 درهم ولا 1200 درهم ويوصلوا تما وما يخدملوش، راه شويه يعني الشركه خاصها تتحرك. المهم انا نجي لهاد المواضيع. فهاد المساله هادي راه ما كيتحمل فيها البائع، راه ما كيتحمل فيها حتى شي مسؤوليه. البائع راه فاش باع لك راه باع بحسن النيه، لان علاش؟ لان المشكل وقع غير السيمانه اللي فاتت، يعني وقع في اواخر الشهر ديال شهر 8، يعني تقريبا فوقتاش بدا فوقتاش حطيت داك الموضوع على الخوت ديال تقريبا السيمانه اللي فاتت، يعني ما كاملاش 6 ايام او 7 ايام باش وقع المشكل. يعني الناس اللي باعوا قبل مع بحسن النيه، ولكن الناس وكاين الناس ما عارفينش لحد الان كاينه باعه ما عارفينش. فانا نصيحه للناس اللي غادي ياخذوا الاسبانيه دوله اسبانيا، فإلا خديتي مثلا اتومور غادي يخدم لك في فرنسا بلجيكا سويسرا ايطاليا، يخدم لك في المانيا في هولندا، ولكن باش يخدم لك في اسبانيا راه ما يخدمش في اسبانيا. حتى الناس ديال الشمال ديال اللي قابطين الريزو على اسبانيا حذاري انكم تكونيكطاو بشي شركه اسبانيه، راه ان فوا تكونيكطاو بشي شركه اسبانيه ويدي ديكتي الادريس اي بي او يدي ديكتي السيريال عند الادريس بالادريس اي بي عند الشركه ديال اللي مكونيكطيها منها اسبانيا، غيوقف لك السيرفر وغادي يعطي لك غادي يبدا من التاريخ مثلا 8/8/2023 غيسالي في 8/8/2023. يعني هذا هو الميساج غادي يعني شنو اللي واقف دابا في اسبانيا؟ واقف فور ايفر، واقف الفان كام، واقف الاس بي 1 والاس بي 2، وكان يعني بذلك يعني حتى الابولو داخل معاهم غيخدموا لك. مثلا خديتي اتومو خديتي اتومو على شي شاري من هنا من المغرب، راه فاش توصل تما لاسبانيا، انا كنهضر على اسبانيا ما كنهضرش على غتجي تاكسيفي الاس بي 1 ما يخدملكش، غتجي تاكسيفي الابولو ما يخدملكش.
بالنسبه مثلا للديما والام اي تي في والاخر غيخدموا لك هذوك خارج النطاق ديال ما مسؤولاش عليهم الشركه ديال الكوسات او الفريق ديال الكوسات، ولكن الفريق ديال الكوسات مسؤول على الابولو وعلى السيرفر ديال الاس بي 1 غيقطعوا لك. دونك شكون اللي كيتحمل المسؤوليه الكبيره هو اسبانيا. شكون اللي داير هذا المشكل هذا؟ راني وريت لكم داك النهار وعطيتكم صور ديال شكون اللي كيتحمل هاد المسؤوليه هادي ديال. فانا عطيتكم داك النهار التصاور يعني وريتكم شكون. فانا غادي نعاود نكتبها باش حتى الخوت يعرفوا شنو كاين. ففي اسبانيا ها شنو خدام. انا راه قال لي واحد السيد غادي نصيفط لك جهاز غادي نصيفط لك جهاز، هو من اسبانيا قال لي باش دير عليه موضوع. قلت له مرحبا. فالاجهزه اللي دايره لكم مشاكل هي هذه، هي هذه الخوت. فهاد الاجهزه مثلا ندخلوا الامازون. حنا ما غاديش نديروا شركه الاشهار لشركه الامازون، ولكن هادشي خصو يعرفوه الناس. هاد الجهاز الا خديتيه فراه كيعطيك المعلومات ديال الجهاز وكيعطيك حتى السيرفر باش جاي. كيعطيك السيرفر باش جاي وكيعطيك حتى لي زاكسيسوار باش جايين. فهاد الاجهزه ديال خيت ميديا او جيت ميديا حنا كنقولوا لها، فكيجي بسيرفر ديال مارس، وانا غادي نفسر لكم شنو هو جهاز مارس. وكيجي كاين اللي كيجيب داك السيرفر ديال الاوميغا، وكاين اللي كيجيب داك السيرفر ديال الايكام. فهاد الشركه هي اللي دارت لكم المشاكل الخوت باش ما تلوموا حتى شي واحد. فالناس وقعوا في مشاكل، وحتى هاد القرار اللي خدا الفريق ديال الكوسات فصراحه سبب مشاكل بزاف ديال الناس. فانا غادي يجيني جهاز وغادي ندير عليه اشهار، ولكن باش تجيبو عن طريق مثلا يدخل لك بالديوانه فغتخلص عليه زباله ديال الفلوس. فمثلا نفترض انا جبتو ب 600 درهم فغادي يقدر يوصلني هنا حتى ل 24000 يعني 1200 درهم او اكثر. فكاين اللي كيجي بالسيرفر وكاين اللي كيجي خاوي. مثلا الناس كيقول لك التعميره ما التعميره، فالتعميره اغلبيه دابا شادينها تجار ديال اسبانيا، يعني ما شادينهاش الدراري المغاربه مازال. وحنا غادي نقلبوا على لا سورس باش حتى اللي بغى يعمر فغادي نعمروا له ان شاء الله. صافي الخوت، فغادي نريقل الكاميرا بعدا الخوت باش نزيد نهضر. ففين وصلت في داك الورقه، فقلت بان هاد الشركه ديال جيت ميديا فمسؤوله عليها، مسؤول عليها الفريق الممول ديالها هو الفريق الكوسات. فبطبيعه الحال دار فيها ثلاثه ديال السيرفرات. فدار فيها السيرفر ديال مارس اللي كنعتبره انا هو الاس بي 1 لان طالق السكايات. الايكام انا كنعتبره يا الفان كام يا الفوريفر، يعني ايكام يقدر يدخل في اطار الفان كام او الفوريفر، انا ما متيقنش، ولكن الاخوه اللي عايشين في اسبانيا غادي ياكدوا هاد الامر هذا. بالنسبه للشركه ديال الكريستور ها نتوما كتشوفوا حتى هي دخلات في النطاق ديال، فدخلات مع عطات الاجهزه ديالها الشركه ديال او الفريق ديال الكوسات. فدار الفان كام هو الفيستا لانك، الفان كام هو الفيستا لانك، الفوريفر هو الانفينيتي، والفوريفر برو يعني ما يسمى الاس بي 1 هو الانفينيتي برو. هذه هي التقسيمه ديال الكريستور، يعني اجهزه قديمه وكانت كتجي بخمس سنين او بسيرفر غير منتهي. دابا داك الاجهزه مشات، دابا حطات اجهزه وحده اخرى هي، واجهزه متوفره كنظن في السوق الجزائريه والتونسيه، هنا في المغرب ما كتدخلش. ففيها هاد السيرفر هذا اللي كيساوي الفان كام، وفيها هاد السيرفر ديال فوريفر اللي هو انفينيتي، وكاين السيرفر ديال فوريفر برو هو الانفينيتي برو. صافي الخوت، بالنسبه باش تعرفوا بان الفريق ديال الكوسات راه فريق ربحي، يعني الهم ديالو هو الربح، يعني ما مسوقش لا، ولكن باش يقطع السيرفرات ديال اس بي 1 وغير على اسبانيا يعني هنا شويه بيزار، هنا كاينه شي يعني شكون اللي خصو يضغط على هذا، يضغطوا عليهم عن طريق الموقع ديال الميتا مانغو، انا غنخليه لكم في الديسكريبسيون. يا الشركات غادي تضغط عليهم اللي عندها الاتومو، اللي عندها ستارسات اكس 2، او اللي عندها الفيزيو انج، لان باش تجي تعمر راه حتى التعميره ما محقهمش يعمروا الناس ديال اسبانيا. فباش تجي تعمر الاس بي 1 او الاس بي 2 جوج راه ما محققش،
يعني خص تشري جهاز ديال هاد خيط ميديا ولا ما عرف كي سميت لاله الفي ويت 4K هو اللي غادي اما باش تجي تعمر اجهزه عندك يعني انت شاريها باش تمتلكها وتبغي تعمرها ما من حقكش يعني خص يلقاو حل لهاد الناس هادو اللي شارين الاجهزه غاليه. ما حنا نهضروا نقولوا الفان كام ولا هذا ماشي مشكل ولكن اجهزه غاليه. انا صديق ديالي في اسبانيا فاخد 6 الاجهزه فبدا بجوج قبل ما يوقع هذا المشكل فخدامين الاخرين قلت له ما تقيسهمش قلت له عندك شي تقيسهم راه القسيوم غدا قال لي شنو قلت له مني غترجع العام الجاي جيبهم معك قلت له ما تفلاشيهم ما تقيسهمش بالكونيكسيون كان باغي مسكين يبيعهم لصحابو ولا هذا فاكسيفا جوج راهم خدامين يعني اللي تاكسيفا قبل القرار اللي خرجت به القصاص راه خدامين ولكن مور القرار فكل شيء تسد لا الاس بي ولا الفوريفر لا الفان كامل الاس بي تو. بالنسبه نجيو للشركه ديال ستارسات فقلت لكم الشركه ستارسات فزادت مجموعه ديال التطبيقات باش يكون في اخبار الاخوه فاللي عنده اجهزه ديال الفان كام ولا اجهزه ديال الفوريفر ولا اجهزه ديال بحال ستارسات اكس جوج ولا الاكس 4 ولا هذا راه مازال غادي يخرج لهم غير انا كنهضر على الاجهزه الاخرى بحال ستارسات 7090 7060 7075 كنهضر على ستارسات 4070 ستارسات 4077 ستارسات 5090 ستارسات 5080 كنهضر على ستارسات 7071 يعني كاع الاجهزه اللي فيها الفان كام او سواء فوريفر فيقدروا يستافدوا من هاد التطبيقات هذه. كاين التطبيق ديال البانادول ف 12 شهر بعكس ما يروج انه فيه 3 شهور ففيه 12 شهر. التطبيق ديال سبور فيه 12 شهر. التطبيق ديال البلو فيه 12 شهر. التطبيق ديال على ما كنظن هو دارين او هذا دارين واقيله هذاك 7 ايام هذاك واخا 7 ايام ويقدروا يدوا عام بحال والو يردوا عام. وكاين التطبيق ديال جولين ففيه 12 شهر يعني عندهم تطبيقات ابولو 12 شهر الماي اش دي 12 شهر كاين مثلا بحال ستارسات 7060 فيها سبيد فيها 3 شهور يعني هو فيه 3 شهور وكاين 7075 فيه التيربو فيه 3 شهور هذاك غادي يبقى كما هو يعني عام في عام في 3 شهور وكتزيد عام في عام في عام في 7 ايام في عام يعني 1 2 3 4 5 6 يعني 6 سنين ونص يعني المجموع غادي يولي في التطبيقات 6 سنين ونص. هذا الشيء شكون اللي كان دايرو؟ كانوا دايرينو واحد الشركات في 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 في, في مصر وكاين شركات في الاردن وكاين شركات في العراق فكيخرج بجهاز فما كيتمشالوش كتلقى السيرفر ديال يعني الساتيليت طايح كتلقى دايرين سيرفر عيان مثلا بحال داك غازيل. واحد السيد راه كنا تناقشنا انا وياه في الجروب ديال التليجرام قال لي حيدتي لي التصاور انا ما حيدتش التصاور ديالك صديقي ولكن من بعد من تناقشنا فعلاش ما عندوش شهره في مصر يعني مثلا انت باغي تدخلوا للمغرب حنا نقولوا باغي دير تجاره الى الناس هنا غادي يديو على ود الاي بي اس فانا غادي نقولها لكم لهنا فالقطيع غيشبعوا القطيع لان باش تعطيك شركه 10 سنين ديال التطبيقات وتقول لك راني غادي نستمر بانني غادي نوعدك بانني غنستمر في داك الاخر راه غير كتخربق راه اون فوا غتجيب الجهاز وغتكونيكتي بالكونيكسيون يقدروا داك التطبيقات كاملين داك 10 التطبيقات يقدروا يبداو في لحظه واحده غتقول لا غادي نخلي هذا العام والعام الجاي غادي نبدا بهذا العام راك في داك العام فاش غتكون كتفرج غيبدا يقطع لك هذاك غتنوض غتنتقل لاخر غادي تاكتيفي والسيرفر الساتيليت راه زيرو مثلا داك الشركه ديال غازيل اللي كتقول لي او غازيل ولا هذا راه سيرفر كارثي هذاك الشيء علاش ما عندوش الشهره في مصر. الشهره في مصر عندهم من عادمه شكون اللي عندهم في مصر مجد كاين شركات وحدين اخرين كاين مثلا الشركات اللي من خارطين مثلا مع الكوسات بلس مخرجين اي بيات مجهدين مخرجين سيرفرات ديال الساتيليت مجهدين وكاين داك السينياتور هذيك السينياتور يعني شاد يعني شاد في مصر عاوتاني كذلك في العراق او مثلا في الاردن كتلقى اجهزه فيها مده طويله ديال التطبيقات ولكن ما كيتمشاوش شكون اللي كيتمشى عندهم اللي فيهم السيرفر ديال فوريفر بحال التايجر ولا بحال اجهزه وحده اخرى واللي عنده شي معلومات وحده اخرى يتفضل يقترحها علينا في لي كومونتير انا غير كنقول لكم شنو كاين راه السيرفر ديال الساتيليت في داك الاخر راه عيانه دونك ستارسات عندها سيرفر مجهد اللي هو الفوريفر تابع للشركه ديال الكوسات وعندها سيرفر ديال الفانكام حتى هو محترم ولكن زادت هاد التطبيقات هادو واش باش دير لهم اشهار وبطبيعه الحال راه باينه راه 100% غدير لهم بيبليسيتي وانا جربت بعض التطبيقات راه كاين القطع يعني الماي اش دي هو الرتبه الاولى فيهم عاد كيتبعوهم هاد التطبيقات ديال بانادول سبور البلو
الدارين لو الكولينا ولا ما عرفت شنو هذا، يعني مجموعه ديال السميات، وتقدر تلقى راني قلت لكم ذاك النهار راه تقدر هادو كاملين مصدرهم واحد. راه مثلا بحال ذاك النهار كنجرب في السكاي وفي السبيد، راه بحال السبيد بحال السكاي، ما كاين حتى شي فرق. دونك هادو تلقى مصدرهم واحد، هاد ربعه ديال خمسه ديال السيرفر راه غتلقى المنبع ديالهم الروبيني ديالهم راه واحد، راه ماشي خمسه ديال لي جروب ولا هذا، راه تلقى المنبع ديالهم واحد ودير لهم خمسه ديال السميات. هادو انت يعني الناس ديال ستارسات مبروك عليكم، خمسه ديال التطبيقات هي مجانيه. غننتقلوا للتغييرات اللي دارت لها البينبين في النايلسات. فالتغييرات فحيدات البروميير واحد، حيدات البروميير جوج وثلاثه، حيدات بعض القنوات الانجليزيه وبعض القنوات الفرنسيه، خلات تقريبا جوج، ودارت واحد التشكيله ثانيه باش تسهل عليكم العمليه. خوتي اعتمدوا على هاد الفريكونسات هاد، انا غنفتيهم وغادي نخليها مصوره. كاين 12604 اوريزونتال 27500، وكاين 11054 اوريزونتال 27500، وكاين 11013 اوريزونتال افقي 27500. غادي نخليها لكم هنا باش تسجلوها، وحتى في الديسكريبسيون غادي نخليوها. يعني هذه هي التغييرات ديال الباقه ديال البنفسجي او الباقه ديال البينبين في النايلسات. صافي خوت، ها هي خليتها هنا، قيدوها مزيان، خليها واحد المده وقيدوها، وداك الساعه واستافدوا من التشكيلات.